بس ازيكم عاملين ايه النهارده؟ الفيديو بعنوان عيد ميلاد هاجر. قبل بداية الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ويلا نبدأ. ايه ده، الساعة 12 ولسه مفتكروش عيد ميلادي. ليكون عاملين عيد ميلاد ننزل. انا هلبس اول. طب هلبس ايه؟ انا هلبس ده وانا هنزل اشوف. ماما. نعم، انت اللي مصحيك دلوقتي. المفروض كلكم تناموا دلوقتي. يلا الساعة بقت 12، كلكم طلعوا ناموا. حاضر حاضر، يلا كلكم. انت لسه ما طلعتيش، كل اخواتك ناموا. حاضر يا ماما حاضر. انا كده جهزت كل حاجه، انا هطلع بقى اصحيه. اصحى يا كريم، اصحى يا احمد. احمد اصحى. كريم. نعم يا ماما. اصحى، نسيت ولا ايه؟ طيب ماشي، اصحى يا احمد. صح اختكم وقول ماما عايزاكو. ماشي زي ما انا قلت لكم. انا نازله. ياسمين. ياسمين. هاجر. هاجر اصحي. اصحي يا هاجر. نعم. اصحي ياسمين. اصحي. نعم. كلموا ماما. كلمي ماما يا هاجر. مش احنا نازلين اهو. ايه ده، عملتولي عيد ميلاد؟ ده فكرت مش هتعملولي. لا يا حبيبتي، اكيد هنعملي. احنا فاكرين عيد ميلادي. طيب كل سنه وانت طيب. طيب كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا حبيبتي، انا فرحانه قوي. يلا كلكم قعد عشان كلكم قعد. يلا هي. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وباي.